كل الأشياء لحكمة صنعتها. ربنا له صفات عديدة، ومن أهمها صفة الحكمة. وفي صفة الحكمة بنقول له حتى في التسبحة: من يشبهك يا رب، من مثلك، أنت الإله الحقيقي صنع العجائب. نيمة أوني أمك، مين يشبهك؟ فالله بنقول له: ليس لك شبيه بين الآلهة يا رب، ليس مثلك. ظهرت حكمته لنا نحن البشر في عملية الخلق في الأول، يعني طبعا حكمة ربنا موجودة منذ الأزل حتى قبل الخلق، حكمته موجودة لدرجة أقنوم الإبن بنسميه أقنوم الحكمة، ونقول عنه في كورنثوس الأولى 1:23-24 إن هو حكمة الله وقوة الله. وبنقول له في المزمور: بالحكمة أسست الأرض. طبعا لما نبص في أيام الخليقة مش مجرد يوم ورا يوم، لا، يوم يمهد ليوم. فربنا مثلا خلق الماء قبل العشب، لأن العشب يعيش على الماء، وخلق الماء والعشب قبل الحيوان، لأن الحيوان يعيش على الماء والعشب، وخلق الإنسان في آخر الكل بعد أن مهد له بخلق السماء والأرض وبالحيوان والنبات وبالأكل والشرب وبالطبيعة وبالهواء وبالأكسجين بكل حاجة. علشان كده أوجده في اليوم السادس بعد أن خلق كل شيء. حكمة ربنا مش بس بين في خلق الكون وفي أيام الخليقة، هي أيضا موجودة في علم وظائف الأعضاء. حاجة عجيبة جدا لما تشوف علم وظائف الأعضاء، لما تشوف المخ وكيف يشتغل والقلب وكيف يشتغل والدم وكيف يسير في الأعضاء، تجد عجبا. أو المخ تجد فيه مراكز معينة، مركز للسمع، مركز للحركة، مركز للفهم، مركز للذاكرة، لدرجة أن لو إنسان وقف مخه وتأثر مركز من المراكز بوقوف المخ وتغذيته لمركز معين، تلاقيه تحصل له عادة. ساعات ناس بيكون في شخص محطوط على آلة بتشتغل ويمكن يكون مخه واقف شوية ويتمنى انه يصحى، وجايز يصحى معوق في الفترة اللي مخه واقف فيها. بعض أعضاء أجهزة في جسمه ضعفت أو انتهت. عجيب ربنا في حاجة زي دي، في خلق المخ بالذات وفي القلب وعلاقة القلب بالبال وبقية أجهزة جسم الإنسان، وكل جهاز بيمشي ازاي. عجب في عجب،
يعني مثلا واحد كان بياكل قطعه جاتوه اول امبارح، يعني دلوقتي ما فيش، فاول ما ياكلها تبص تلاقي اجهزه في جسمه بتشتغل، حاجات علشان تهضم المواد السكريه وحاجات المواد الكربوهيدراتيه وحاجات للمواد الدهنيه، وتفضل عمليه كده جامده من هنا وهنا لغايه لما اللي ياكله يتحول الى نسيج في جسمه من نفس النوع ودم في جسمه من نفس النوع. ازاي ده؟ دي من حكمه ربنا. يعني الاكل اللي انت بتاكله بياكله غيرك، لكن لما انت بتاكله بيتحول عندك الى دم من فصيله معينه غير اللي جنبك. جايه منين دي؟ الوراثه وقوانين الوراثه ما اعجبها في حكمه الله، ما اعجبها في حكمه الله من جهه وراثة الشكل، اللون، لون العين، لون الشعر، لون الوجه، القامة، الملامح. ده أحيانا تكون وراثة الطباع أيضا. إزاي دي ماشية؟ نوع حكمة، حكمة من ربنا. بل التنوع، يعني البصمات مثلا، لا توجد بصمات انسان زي بصمات الاخر. عشان كده لما انسان بيتهم بارتكاب جريمه بيشوفوا بصماته، هل هي نفس البصمات اللي جات على البيت اللي دخلوا او على السلاح اللي وجدوه او اي حاجه؟ تختلف من واحد لواحد. يعني احنا مثلا في مصر 60 مليون او اكتر، يبقى 60 مليون بصمة او اكتر، يختلف عن بعض كل واحد عن واحد. حتى ما يسمونه بصمة الصوت، واحد يكلمك في التليفون، تقول له ايوه فلان، عرفت منين؟ من بصمة صوت. ليه اختلاف ولهجة ولكنة تختلف عن غيره. ربنا حكيم جدا في تدبير الوراثة، حتى من جهة تشكيل الإنسان ذكر أو أنثى، وتدخل الجينات والهرمونات والكروموسومات علشان تكوين جسد إنسان، حاجة عجيبة. ربنا من حكمته في خلق الكون خلق أنواع متعددة. ملائكة عبارة عن أرواح فقط، الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، كما ورد في المزمور 104 آية 4. وخلق الإنسان فيه روح وفيه جسد، وخلق الحيوان فيه جسد وفيه نفس ملهوش روح، وخلق جمادات، وخلق نظام في الفلك بطبيعة عجيبة جدا، بيتحرك بنظام لم يختل ولم يتغير من أول ما خلقت الأرض إلى الآن. ربنا حكيم جدا في تدبير هذا الكون وكيف يسير. حتى الملائكة اللي خلقهم على أنواع وأشكال، فيهم سرافيم وفيهم كروبيم وفيهم رؤساء وفيهم قوات وفيهم عروش، فيهم رؤساء الملائكة. ربنا
حكيم في كل شيء في خلقه لهذا الكون. ازاي ربنا خلق مثلا المية دي؟ والمية ممكن تبقى سائل وممكن تتجمد تبقى تلج وممكن تتبخر تبقى مواد غازية وممكن تطلع لفوق وتبقى سحاب. وإذا تكبر السحاب على ماء البحر ممكن يضرب فينزل في البحر يبقى مية، ومية البحر تتبخر وتبقى سحاب، وما فيش حد أحسن من حد. حكمة ربنا عجيبة في الرمضان. ربنا أيضا من حكمته خلق المجتمع متعدد الدرجات، فيه السادة والقادة، وفيه الأشخاص العاديين، فيهم الذي يأمر والذي يطيع، فيهم الذي يعطي والذي يأخذ دون أن يوجد تذمر في كل هذا. كل واحد ماشي في المنهج اللي ربنا أوجده فيه وعايش بيه ومبسوط. ولو أنه خلق الكون كلهم من درجة واحدة كان مين اللي هيقود ومين اللي يقاد ومين اللي هيؤمر ومين اللي هينفذ؟ والعقول خلقها في تفاوت، فيه الذكي جدا وفيه العبقري وفيه الذكي فقط وفيه المخ العادي وفيه المخ التعبان. طبعا ربنا ما خلقش انفاس تعبان، لكن بالتطور وجد هذا النوع من الناس وبالتأثيرات وبالوراثة. ربنا حكمته أيضا تدخل في الأحداث، حكمة الله في الأحداث. إزاي مثلا يد الله تدخلت في قصة يوسف الصديق من الأحلام لكراهية إخواته ليه، لبحهم ليه، لاشتغاله عند فوتيفار، للمؤامرة اللي قامت ضده من امرأة فوتيفار، لإلقائه في السجن، للأحلام، لتعيينه نائب لفرعون في حكم مصر. إيد الله في الأحداث، إيد ربنا هي اللي أوجدت حلم لفرعون، وإيد ربنا هي اللي أوجدت حكمة عند يوسف في تفسير الحلم، وإيد ربنا هي اللي جعلت يوسف حاكما على أرض مصر. عشان كده يوسف في الآخر قال لإخواته مش أنتوا اللي جبتوني هنا، ده ربنا أرسلني إلى هنا لإيجاد حياة على الأرض في فترة المجاعة. واعتبر أن كل ما حدث له بتدبير إله. إيد ربنا في الأحداث بالنسبة لموسى مع فرعون، بالنسبة للضربات كان بقوة ربنا، بالنسبة لعبور البحر بقوة ربنا، بالنسبة للمن والسلوى من السماء بقوة ربنا. كل شيء كان ماشي بحكمة بيد الله في الأحداث. إيد الله بالنسبة لداود وجولياط، بالنسبة لداود وشاول، قصة عجيبة. جايز إنسان يقول ليه يا رب سمحت بأن داود يدوخ الدوخة الشديدة دي مع شاول؟ ربنا وجد داود لسه شاب، راجل بتاع موسيقى بيضرب على العود،
أشقر مع حلاوة في العينين، منظر حلو كده، عايز يسقله ويخليه يخشوشن ويتعب عشان بعد ما يبقى ملك ميبقاش شهيد. فسمح له أن يجوز النار اللي يتشوي فيها عشان يستوي ويبقى مأكل طيب في الحكمة. ربنا عجب في عجب، ايه يد الله في قصة يونان ونينوى؟ ازاي دبر كل شيء بحكمة؟ دبر خلاص ركاب السفينة بعصيان يونان، ودبر خلاص أهل نينوى بطاعة يونان في المرة الثانية، ودبر خلاص يونان بقصة اليقطين. إزاي ربنا بحكم كان داخل في الأحداث يعد حوتا عظيما فيبتلع يونان، يعد دودة فتأكل اليقطينة، يعد الشمس تضرب بحرارتها على يونان فيدوخ ويطلب موته خيرا من حياته؟ كله تدبير إلهي. يعني احنا لازم نعرف في كل الأحداث ان ربنا بيتصرف بحكمة. لا نعرف نوع هذه الحكمة، ربما نعرف في النتيجة. مين كان يظن ان بيع يوسف كعبد يصل الى النتيجة بتاعت ان يبقى حاكم مصر؟ ده حكمة عند ربنا. مين كان يعرف ان القاء دانيال في جب الاسود ينتهي الى ايمان الملك بعبادة الله الحي الحقيقي؟ ربنا ليه تدبير عجيب وحكمة عجيبة، سواء في الكتاب المقدس أو في تاريخ الكنيسة. قصة أريوس وأثناسيوس ما في شك إنها قصة عجيبة، كيف أدت إلى تثبيت الإيمان بطريقة ما كانش ممكن تبقى إلا بكده. حكمة الله في التجارب وفي الألم. في ناس ساعات يتضايقوا من الألم، بينما الألم له فوائد كثيرة جدا. ده أصعب أمراض في الدنيا دي كلها، المرض الذي لا تحس فيه بألم، فيقعد يسرح في الجسم ويسرح والواحد مش واخد باله. ده حكمة ربنا في الألم إنه إنذار، يقول لك خلي بالك الحتة دي عايزة تتصلح. ولو ما كانش فيه ألم يتطور الأمر إلى أخطر. الألم فايدته من جهة التوبة، ده ساعات آلام ساعة تقود الإنسان إلى الله أكثر من 100 عذر في الاقتراب إلى الله. الألم في المرض وكيف يوصل إلى مشاعر الناس وتجاوبها مع بعضها البعض وزيارتهم للمريض والأهل المريض، ونوع من الحب والعاطفة تكون موجودة. المريض يقاد للتوبة والناس يقادوا إلى تبادل العواطف الكويسة، وبالألم يظهر نبوغ الأطباء والصيادلة في معالجة هذا المرض. لولا ذلك ما كان الناس اخترعوا الدواء ولا عرفوا طرق العلاج. ربنا ليها تدابير عجيبة وحكيمة في وجود الألم وفي وجود التجارب أيضا. لولا التجارب اللي حلت بداوود
ما كان قد غنى مزاميره العميقة التي ما زلنا نغني بها حتى الآن ونصلي به. حكمة ربنا عظيمة حتى في الموت. يعني لولا الموت ما كان الناس يفكرون في الأبدية وفي الحياة الأخرى وفي القيامة بأجساد روحانية وفي عالم آخر يكون بعد الموت، وجيل يأتي وراء جيل. بعد كده نقول حكمة ربنا في إنه خلق لكل كائن ما يريحه. يعني إيه؟ الدب القطبي لأنه بيعيش في بلاد شديدة البرودة جدا فليه فرو يحميه من برد، لدرجة في ستات تشتري الفرو بتاع الدب بعد ما يموت طبعا ويلبسوا جلد هذا الميت ويتباهوا به. الحصان في بلاد حارة فما يحتاجش الفرو، تلاقي كده جلد على الغض. تلاقي ربنا خلق للحيوان الضعيف طريقة ينجو به. الأسد قوي جدا ربنا وهبه القوة، والغزال ضعيف عشان كده الغزال أسرع في الجري من الأسد فينجو من قوة خصمه بالموهبة اللي ادها له ربنا. زي واحد قال للتاني، قال له انت ما تقدرش عليا انا بطل العالم في المصارعة. قال له ايه يعني وانا بطل العالم في الجري؟ ما يقدرش عليه. كل واحد ربنا بيديله موهبة معينة، يدي للقرد موهبة في مرونة فقراته وعظمه يقدر يلف ويطلع، يدي للجمل موهبة في الخف بتاعه اللي يمشي بيه على الرمل. الكلب يقدر يفترس القط، لكن القط يقدر ينط على شجرة يطلع فوق ما يقدرش عليه الكلب. ربنا ليه حكمة عجيبة بالنسبة للمخلوقات بتاعته، وازاي يدي لكل واحد حاجة تساعده على الحياة. يدي للطيور الأجنحة وخفة الوزن بحيث يقدر يطير، ويقدر للأسماك الزعانف يديها الزعانف تقدر تسبح بيها، ويدي لكائنات أخرى موهبة الحفر زي الفار يحفر 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 ويخش جوه. إزاي؟ موهبة. ربنا عجيب أوي في المواهب اللي يديها للمخلوقات. حتى النحلة، موهبة للنحلة إزاي من حكمة ربنا يدي هذه النحلة وهي حشرة إزاي تجمع الرحيق وإزاي تحوله إلى شهد كأمهر كيماوي في العالم. ويدي البشر موهبة سرقة هذا الشهد اللي يعملوه النعم عشان يأكلوه عن جهاز. كلها مواهب في المواهب. كنت ساعات أبص للتكعيبة وهي موجودة في الدير، تكعيبة العنب، فأرى عجبا، أرى في الصيف
الكرمة تنصب أوراقها وتتعرض، عشان اللي قاعد تحت الكرمة آسف في الشتاء تنفض أوراقها، وفي الصيف بتستعيد. علشان الجالس تحت الكرمة في الشتاء يستظل بالورق بتاعها، وفي الصيف لما تنفض أوراقها ينتفع بالدفء، فينتفع بالدفء في الشتاء وينتفع بالظل في الشتاء. خلقة ربنا العجيبة، العدسة العجيبة اللي موجودة جوه العين دي، مين يعرف يعمل عدسة زي العدسة اللي جوه العين؟ القرنية والشبكية وحاجات شغل صنع صنع. مين يعرف المراكز اللي موجودة في المخ؟ ومين يعرف تدبير الطيور الرحالة تعبر محيط بحاله كده؟ انك تركن على محيط ما فيش حاجة تركن عليه وتاخد المدة دي كلها لغاية لما توصل، حاجة عجيب جدا. ايه الحكمة في الحمام الزاجل اللي بينقل رسالة من مكان لمكان؟ ربنا منح بعض الطبائع عجب في عجب. الحكمة اللي بيها النبات يطرح بذرا ينبت نباتا كجنسه، حكمة عجيبة بالنسبة لربنا. حكمة عجيبة حتى في تدبير توبة الناس. لما نقرأ قصة القديس أغسطينوس وكيف تاب، قصة القديس قديسة بيلاجيا وكيف تابت، قصة مريم القبطية وكيف تابت، قصة مريم المجدلية التي أخرج منها الرب 7 شياطين، كل ده تدبير إلهي، إيد ربنا داخلة فيه لغاية لما توصل للنتيجة بتاعته. على إن أعظم ما نراه في حكمة ربنا تدبير الفداء بالنسبة للبشر. ليس في وقت الخطية ولا في وقت الوعد بالخلاص، لأخذت آلاف السنوات، كان ربنا بكل حكمة يقوم بأعمال عجيبة بإعداد فهم الناس للفداء، إعداد فهمهم لفكرة الذبيحة والمحرقة، وفكرة بريء يموت عن مذنب، وفكرة تقديم الابن الوحيد، فكرة الفداء والكفارة، فكرة كائن يحمل خطية آخر ويموت عنها بدلا منه. خطوة تانية خطها ربنا إعداد الأشخاص، كيف أعد العذراء التي يولد منها إنسانة ليس مثلها في كل جيلها ولا في الأجيال الأخرى، كان إعدادها أمر من خطوات ملء الزمان. أيضا إعداد الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه، أي يوحنا المعمدان، بالصفات المعينة من القدرة على جذب الناس للتوبة ومن إنكار الذات
وكلما يمدحونه يوجه الأمر إلى السيد المسيح وليس له. وأيضا أعداد كل الأشخاص اللي هيخش في قصة الميلاد والفداء، أعداد اللغة العالمية التي ينتشر بها الإيمان، اللغة اليونانية، أعداد الترجمة اليونانية للكتاب المقدس، الترجمة السبعينية، أعداد الطرق التي تساعد على الكرازة، ودي كانت خاصية من خواص الدولة الرومانية، كانت مشهورة بأعداد الطرق، تدبير الخلاص، تدبيره للإنسان حتى قبل أن يخطئ، حتى قبل أن يخلق. ربنا كان مدبر منذ الأزل لأنه عارف أن الإنسان هيخلق وهيخطئ وتبقى الطريقة لفداء غيره، فدبر هذا الأمر من ذلك الحين. تدبير أسرار الكنيسة اللازمة للخلاص زي التوبة والمعمودية والكهنوت. الله عجيب في حكمته في كل تدبيره وتصرفاته.